مساء الخير. من وسط شارع العرب في برلين ظهر الفنان الموالي زهير عبد الكريم مبتسماً فرحاً بوصوله للبلاد الأوروبية التي كان معادياً لها عندما كان يركع أمام البوط العسكري في دمشق. السوريون تناقلوا خبر وصوله إلى برلين وتواردت أنباء عن حصوله على اللجوء بطريقة لم الشمل من قبل أبنائه القاطنين في أوروبا. سلوم حداد هو الآخر شوهد في أحد المطاعم في ألمانيا مؤخراً ولم يذكر سبب خروجه من سوريا، أهو هروب أم سياحة أم تغيير موقف ربما؟ المؤيدون تفاعلوا مع ما شاهدوه من فناني أسد المراقعين لكل جرائمه والمؤيدين لها، وكانت ردة فعل المؤيدين غاضبة مهاجمة لهم، فقد اعتاد هؤلاء المؤيدون مشاهدة رسائل الصمود الموجهة لهم من قبل فناني الأسد عند كل أزمة تمر بها البلاد، والحقيقة أنهم هم أنفسهم لم يحتملوا تلك الأزمات وهربوا من سوريا بحثاً عن فسحة حياتهم. تعليقات ساخرة أطلقها لاجئون سوريون في ألمانيا على وصول الفنانين إليها وانتقاد لتركهما البوط العسكري والقدوم إلى أوروبا متسائلين عن خطتهما القادمة بعد أن كانا طرفاً في تهجير هؤلاء اللاجئين أنفسهم من بلادهم. فهل بالفعل وصلوا لأوروبا بغرض اللجوء أو الإقامة؟ وما هو موقف مؤيديهم الذين أملوا من استماع رسائل الصمود والتحدي منهم؟ وهل سينظر سلوم حداد لعيون الجنود الألمان متذكراً صمود جنود الأسد ويتفنن بإظهار الصور الإبداعية من مخيلته التشبيحية الأسدية؟ أم إنه سيبث رسائل الصمود من مطاعم برلين وشارع العرب؟ نناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلاً بكم. حول الفنانين الشبيحة الذين نراهم اليوم في ألمانيا نستضيف الدكتور عبد القادر المنلا الفنان والإعلامي معنا من أمستردام، ومعنا أيضا الناشطة السورية ميسوم بيرقدار من برلين. مساء الخير وأهلا بكما. دعونا نتابع التقرير التالي معا ونعود للنقاش. طلعت بعين جندي عربي سوري واقف على الحاجة، قسما بالله حسيت أن النصر جاي. بهذه الدموع الزائفة والعبارات الإنشائية تحدث سلوم حداد عن صمود الجيش العربي السوري ضد الحرب الكونية التي ضربت سوريا، متناسيا حقيقة هذا الجيش الذي لم يترك سلاحا يعتب عليه إلا واستخدمه في قتل السوريين بما في ذلك السلاح الكيماوي المحرم دوليا، فامتهن قتل السوريين وعفش ممتلكاتهم، وها هو اليوم يطل علينا من أحد المطاعم العربية في ألمانيا لاجئا أو سائحا أو حتى هاربا من كذبة الأمان الكبرى في سوريا الأسد. قبله بفترة قصيرة ظهر فنان موال آخر يدعى زهير عبد الكريم يمثل إحدى علامات التزلف والنفاق، والذي رآه السوريون سابقا يركع أمام البوط العسكري ويقبله معتزا ببطولة هذا البوط وجيشه. ظهر في شارع العرب ببرلين وقيل عن قدومه إنه عن طريق لم الشمل من قبل أبنائه المقيمين في أوروبا. تناقل السوريون صورتيهما وكانت التعليقات ساخرة تارة ومنتقدة تارة أخرى. هل أتى الزير للقاء همام ليفني البكريين من السوريين الذين هجرتهم حرب كليبن الأكبر من بلادهم خلال السنين الماضية؟ أم إن حرب الثأر ماتت ومل الزير من الكذب على الناس ولم يعد يصدق نفسه حتى؟ هجرة الفنانين السوريين المؤيدين لنظام أسد أو بوادر هجرتهم إن صح التعبير زادت في الآونة الأخيرة في ظل الجمود الكبير الذي تشهده الدراما السورية وتحولها من دراما سورية كانت محط نظر العرب والسوريين إلى دراما هابطة تروج للمخدرات والخيانة والفواحش وتعتاش على شراكتها مع الدراما اللبنانية البدائية الفاشلة. فهل ستشهد شوارع أوروبا وجوها جديدة من الفنانين المؤيدين لنظام أسد؟ وما الموقف الذي سيمثلونه الآن؟ وما موقف مؤيديهم الذين باتت بحسرتهم ربطة الخبز التي ينتظرون على الطوابير للحصول عليها بينما ترن في أذهانهم رسائل الفنانين بالصمود وتحدي الأزمة؟
أبدأ هذه الحلقة مع الناشطة السورية ميسون بيرقدار. بداية مساء الخير ست ميسون، يعني حضرتك متابعة جدا وبشكل مجهري لكل الشبيحة الواصلين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتقومي بالتبليغ عنهم بفضحهم وحتى بالتعامل مع الجهات القضائية والحقوقية بخصوصهم. خبرينا ست ميسون اليوم، يعني ما هو عدد الممثلين الشبيحة تحديدا الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي؟ مساء الخير سيدة أحلام، لك ولمشاهدينك ولضيفك الكريم. أهلا فيك. لما انتشرت صورة زهير عبد الكريم في شارع العرب ليست للمرة الأولى، ولكن التفاعل هذه المرة بنشر هذه الصورة مع شخص أيضا بين قوسين هو مؤيد للأسد وعنده إحدى المحلات في هذا الشارع الذي لا يبعد عن بيتي كثيرا، ومؤيد طبعا لا يخفي تأييده هذا الشخص، يعني المريب أيضا الذي يعني كان متصور معه. الفكرة لم نكن نعلم سابقا سيدة أحلام أنه جاء إلى ألمانيا لم شمل، كنا نعتقد سابقا أو أنه جاء يأتي زيارة فقط، واللي عرفناه بعدين لا، هو جاي لم شمل. وفي القانون الألماني سابقا بما أنه كان قبل 4 سنين أو 5 سنين جاء لم شمل باعتبار أن عائلته في ألمانيا، زوجته وأولاده، ممكن يقلب لم الشمل إلى لجوء أو حماية. ماذا يعني؟ يعني ممكن عندما يأتي إنسان لم شمل يقدم للسلطات الألمانية للهجرة أنه يريد أن يقلب هذه لم الشمل إلى إقامة حماية أو لجوء. ليش؟ لأنه الحصول على الجنسية عندما يكون الإنسان يمتلك لجوء أسرع من أن يكون لم شمل، فهذا ممكن يكون سبب. يعني ولكن لم الشمل أيضا ست ميسون بيسمح له أنه ينزل يشبح عند بشار الأسد ويرجع يطلع، بينما اللجوء أو الحماية لا تسمح صحيح. له بالذهاب إلى هذا الكلام إلى سوريا. صحيح. هذا الكلام صحيح، ولكن وصلني ولست متأكدة من أحد المقربين من شخص يعرفه أنه يمتلك جواز سفر أزرق. ماذا يعني الجواز السفر الأزرق سيدة أحلام؟ فقط يعطى لمن لديه إقامة لجوء وليس طيب. ست ميسون بشكل عام، يعني اليوم نتحدث أيضا عن سلوم حداد، سابقا كان هنالك صور لليث مفتي الذي اتهم يعني بعض زملائه بأنه طق براغي ما أخذ لجوء أو إقامة في السويد. اليوم يعني حالة من الممثلين الذين دعموا بشار أسد بشكل مباشر جدا، يعني لم يكونوا رماديين، يعني قبلوا البوط العسكري، تحدثوا عن إنجازات ما تسمى الجيش والتي قتلت السوريين. ما هي أعداد الذين يتركوا بشار الأسد ويتجهوا إلى أوروبا؟ وبرأيك ست ميسون بحكم أنه حضرتك متابعة، يعني هل هو تغيير في الموقف أم أنه يعني الوصولي إذا كان بسوريا أو إذا كان بدول الاتحاد الأوروبي؟ لم يغيروا موقفهم من نظام الأسد أبدا. دعيني يعني أخبرك بأمر هام، أطلقنا حملة ضد زهير عبد الكريم عبر الإيميلات لجهات كثيرة، لم نكن نعلم أين يسكن، يعني لم نكن نعلم هل هو مسجل عند البوليس في برلين أم بمكان آخر. عندما علمنا أن زهير عبد الكريم لا يسكن في برلين وجهنا الإيميلات إلى المنطقة اللي ساكن فيها، ما لف ذهني الآن وين المنطقة، ولكن الإيميلات اللي وصلت للجهات المعنية كانت كثيرة جدا، وإجا منها رد فعل أو رد على لأحد الحقوقيين هون، ما بدي أذكر اسم مين، إنه وصل الخبر للجهات المعنية، ليست فقط اللي بتعطي إقامات، لا، للجهات المعنية، ممكن تقولي للجهات المعنية اللي هي الحكومية، مثل خلينا نقول يعني بوليس أو ما شابه ذلك، القانونية والحقوقية. نعم تقصدي نعم 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 نعم. يعني الحملة اللي أطلقناها على زهير عبد الكريم لا زالت قائمة، ولا زال، وربما لست متأكدة، نحن لا يصلنا الموضوع، ممكن يكون استدعي لسؤاله. ما هذه سأتحدث بالتفصيل أكثر عن هذه النقاط ست ميسون، ولكن دعيني أرى رأي الدكتور عبد القادر. بداية مساء الخير دكتور عبد القادر. اليوم يعني هذه الشخصيات التي تسلقت على جثث السوريين أقل ما يمكن أن يوصف، شبحت لميليشيات أسد التي شربت من دماء السوريين وأكلت من لحمهم، تتجول اليوم في دول الاتحاد الأوروبي. ما هي الأسباب التي تدفع هذه النماذج للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي اليوم؟ نعم مساء الخير لك ولضيوفك ولضيفتك والجمهور الكريم. أولا دعيني
أفرق أو أعترض على كلمة الموقف، أنا أفرق دائما ما بين الموقف والقرار. الفنانون الذين وقفوا على ضفة واحدة مع النظام هم فعلوا ذلك من خلال قرار وليس من خلال موقف. يعني الموقف يحترم، بمعنى أنت لديك موقف من شيء، هذه هي قناعته، ولكن الفنانون النظام لم يكونوا بالأساس مقتنعين برواية النظام وبطرحه. هم يعرفون تماما كما نعرف نحن، يعرفون بدقة ما الذي حصل وماذا يفعلون، ولكنهم اعتمدوا على اتخاذ القرار، يعني دراسة مصالحهم، يعني معرفة كم الإجرام ومعرفة ماذا يمكن أن يحصلوا من هذا الاصطفاف، وبناء عليه قرروا الوقوف إلى جانب بشار أسد. هم قاسوا المسألة على مسطرة الثمانينيات، يعني بمعنى هم راهنوا على انتصار النظام لأنهم يعرفون جيدا أنه يمتلك آلة قمع وبطش شديدة جدا، وفي الغالب سوف ينتصر، هكذا راهنوا. ببساطة شديدة إن لم ينتصر النظام فهم سينسحبون ببساطة، ويقولون كنا مضطرين وكنا مجبرين وإلى آخره. الفكرة الأساسية أن هؤلاء الفنانين يعتمدون على فكرة المكسب. الآن خروجهم إلى أوروبا لا أعتقد أنه ينضوي على تغيير موقف أو قرار بتغيير موقف، لأن من حافظ على دعمه للأسد لمدة 11 عاماً لن يغير موقفه، ولكن هم ينطلقون من فكرة المكسب. لاحظي أن معظم هؤلاء الفنانين لديهم عائلة، الزوجة والأولاد مثلاً في أوروبا، يعني هم يأخذون المكاسب من سوريا وأولادهم يأخذون المكاسب من أوروبا، وبالتالي لا يمنع أيضاً أن يفكروا بإقامة في أوروبا، بإقامة دائمة، بجنسية، بجواز سفر. هذا هو التفكير الذي يركز على فكرة المكسب. يعني هم يعرفون جيدا أكثر منا أو مثلنا تماما. طيب دكتور عبد القادر، اسمح لي أسألك، يعني اليوم هؤلاء الممثلين لم يتبقى لهم أي مكاسب ليحصلوها من ميليشيا أسد بعد قرارهم بالوقوف إلى جانبه كل هذه السنوات؟ لا، هم يعملون، هم يكافؤون بإعطائهم فرص للعمل في سوريا وخارج سوريا. يعني لاحظي الدول العربية تقريبا، لبنان، الإمارات، مفتوحة لهم أكثر من الممثلين المعارضين أو الفنانين المعارضين، فهم يعني يستطيعون أن يحصلوا مكاسب، ولكن هم يرون انعدام الأفق، لذلك يجب أن يكون لهم يعني رجل أخرى في أوروبا، يعني يثبتون قدما في سوريا لكي لا يضيع عليهم أي مكسب، ولا مانع من تثبيت قدم أخرى في أوروبا، فيبدون كالمنشار، يعني مثل ما بيقولوا المصريين، طالع واكل نازل واكل. هذه هي العقلية الانتهازية، يعني ما دفع هؤلاء الفنانين للوقوف إلى جانب نظام الأسد هي العقلية الانتهازية فقط. وهم قبل الثورة يعني يتعاملون أيضا بهذه العقلية الانتهازية، لذلك أنا لا أريد أو أتمنى أن لا نثبت هذه الإشاعة، إشاعة أنهم انتقلوا إلى أوروبا وبشكل نهائي، لكي لا يعول الآخرون على موقف جديد قد يتخذونه. هم لن يتخذوا موقفا جديدا بعد 11 عاما، هم يركضون وراء المكاسب، سواء كانت مكاسب مادية أو مكاسب معنوية. هم يراهنون أيضا على باسبور أوروبي، فيما لو احتاجوه في يوم من الأيام فلديهم ذلك. يعني حالة التسلق والوصول التي دفعتهم لتملق ضباط المخابرات والوقوف إلى جانب ميليشيا أسد هي التي اليوم تدفعهم أيضا للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. لا أعرف، هناك أيضا نقطة لا أعرف إذا كانت يعني نفس المبدأ في ألمانيا، هذا يمكن أن تحدده ضيفتك ميسوم، من وجهة التحية. من يأخذ لم شمل في هولندا على سبيل المثال يستطيع، يحق له الذهاب إلى سوريا والعودة،
في نعم، الوقت الذي يسأل. وهذا كل ما طرحته مع الأستاذة مع الست ميسون، ويعني وأكدت المعلومة أنه مواضيع لم الشمل أو ما يحصل على لم الشمل يستطيع الذهاب إلى سوريا والعودة، ولكن اللجوء أو الحماية المؤقتة تمنعهم من ذلك. ست ميسون، بهذه النقطة تحديدا، يعني اللاجئين المتواجدين اليوم في دول الاتحاد الأوروبي من المعارضين ومن الأحرار، دائما ما يوصم من قبل المؤيدين المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا أسد بأنهم باعوا الوطن وغدروا به، ويعني يجب أن يعودوا إلى سوريا. يعني تتذكري معي دائما ما تكون هنالك دعوات للعودة. اليوم جمهور سلوم حداد أو زهير عبد الكريم وغيرهم، كيف سيتعامل مع وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي؟ يعني هل حلال لزهير عبد الكريم، ويعني هو من حقه الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن هجر وشرد وقتل ويعني شنعت به ميليشيات أسد، لا يحق لها البحث عن مكان بديل؟ هناك أمر هام عزيزتي سيدة أحلام، الدور الوظيفي لمؤيدي الأسد الفنانين أيضا يجب أن لا يغيب عننا. دور وظيفي، ما معنى كلمة دور وظيفي؟ نتذكر لما زهير عبد الكريم لعق البوط العسكري، هذا أمر عادي أمام صورة وصلتني سيدة أحلام، ويجب أن عبر شاشتكم أن أخبر عنها، لصورة لتجمع زهير عبد الكريم بمجرم لا يقل إجرام عن أمجد يوسف، فيديو قديم في 2012 لمجزرة ارتكبها شخص يدعو اسمه محمد طاهر إبراهيم، متصور معه زهير عبد الكريم صورة حميمية هو وسعد مينا. وهذا الشخص، أنا لدي الفيديو المجزرة، لا أستطيع عرضها طبعا على الملأ، ولكن ممكن أرسلكم إياها كتلفزيون أورينت. أنا أشرت إلها أنه هي الصورة اللي جمعت زهير عبد الكريم بشخص مرتكب لجرائم حرب، هي كمان لازم كمان نحن، هذا اللي لفتنا نظر نحن الألمان، أنه هذا ليس شخص عادي، ليس مؤيد عادي، هذا شخص لديه أيديولوجية ولديه مهمة، كما أشرنا في السابق لعلي الديك وحسين الديك، عندما يأتون إلى ألمانيا لا يأتون فقط للغناء لأنه هون صوت لا يطرب، ولكن لهم مهمات يجب أن لا تخفي، يعني تخبأ عن الناس، ليس مجرد فنان يأتي إلى هنا. سلوم حداد هو الصورة التي انتشرت له ليست في برلين، في برونشفايك، مدينة برونشفايك، وطبعا كثير الناس أرسلوا لي، وكثير ناس مستائين سيدة أحلام أنه نحن هربنا من هدول المؤيدين يلي نحن منخاف منه، لأنه هدول ما مؤيدين عاديين سيدة أحلام، هدول عندهم منهجية. عندما تري الصورة لشخص فنان مع مجرم وقاتل ومرتكب مجازر مثله مثل أمجد يوسف، وهون بدنا نقول لا، هون الأمر ليس عادي سيدة أحلام، ليس عادي أبدا وجود هذا الشخص هون. يعني نحن ممكن فينا نقول على الصعيد القانوني والحقوقي، تفضل، على الصعيد القانوني والحقوقي اليوم، يعني ارتباط هذه الشخصيات مع ضباط ارتكبوا جرائم حرب بحق السوريين وتواجدهم على أراضي أوروبية، من حق اليوم المنظمات الحقوقية أن تتقدم بشكاوى ضدهم، وبالتالي ينقلب السحر على الساحر، يعني بدل من أنهم يسعوا إلى حياة أفضل، من الممكن يعني أن تأخذ العدالة مجراها على أقل تقدير بحق السوريين. واجب على المنظمات الحقوقية سيدة أحلام أن تفعل ذلك، واجب، وليس يعني واجب عليهم أن تفعل ذلك لكي لا يحنق. يعني أنا كثير بتأثر من سيدة مثلا لا ما قادرة تجي على ألمانيا، أو شخص ما قادر يذهب يشوف عيلته أو والدته أو والده لأكثر من 10 سنين، وهدول شبيحة الأسد المؤيدين للأسد والذي لهم صور مع مجرمين يسرحون ويمرحون بأوروبا، فهذا شيء مزعج، وواجب على المنظمات الحقوقية أن تلاحقهم وتبلغ عنهم وتسحب إقامتهم. في شغلة نقطة مهمة بدي ألفت نظرك إلها سيدة أحلام، صدق. في إحدى المقابلات لزهير عبد الكريم في تلفزيون النظام ذكر أن عائلته تذهب مرارا وتكرارا إلى سوريا، معنى ذلك لم الشمل أخذوا عن طريق اللجوء التي تملكه زوجته وأولاده، فكيف استطاعت زوجته وأولاده أن يذهبون إلى سوريا وهو ممنوع شرطا الذي يحصل على اللجوء أن يذهب وتطأ قدمه لا إلى سفارة الأسد هنا ولا إلى سوريا، تعتبر أرض سورية، فكيف؟ نعم. هذا لازم كمان يتاخذ بعين الاعتبار. دكتور عبد القادر، نعم، اليوم تواجد
شخصيات محسوبة على النظام، لها القدرة على يعني تم استخدامها حقيقة، وهي كانت سعيدة وراضية بهذا الاستخدام، بالترويج لسردية النظام حول ما يجري في سوريا، يعني الحديث عن ميليشيا أسد وكأنها الملك الحامي لسوريا والسوريين. على الصعيد القانوني، كيف يمكن الوقوف بوجه هذه الشخصيات التي تصل إلى أوروبا؟ وهل ترى بأنه اليوم من السهل الوقوف بوجهها، وخصوصا في دول الاتحاد الأوروبي؟ يعني هنالك مجال للرأي وللرأي الآخر. يعني نعم، للأسف الشديد القانون الأوروبي، أنا أتحدث على الأقل على مستوى هولندا، القانون الأوروبي لا يجرم هؤلاء الناس باعتبار أن لديهم الحق في اتخاذ موقف. هناك الكثير من شبيحة الأسد الذين يقومون بنشاطات لصالح الأسد ويعقدون اجتماعات ويعلنون ذلك. يعني سأعطيك نموذجا عمليا. عندما جاء جورج والسوف إلى هولندا، أنا شخصيا مع صديق عملنا على حملة واسعة وعريضة ضد مجيئه إلى هولندا باعتباره أحد المنتمين إلى نظام الأسد، واستطعنا نشر 4 مقالات في كبريات الصحف الهولندية بصور جورج والسوف مع الأسد، ولكن على المستوى الرسمي ليس لديهم، حسب ما أخبرونا، ليس لديهم الحق في منعه أو في إلغاء الفيزا أو إلى آخره. المسألة أعتقد أنها يعني هم لا يعرفون الصورة بالضبط. المسألة تقع على عاتقنا، نحن علينا أن نشتغل. يعني ما المقصود بأنهم لا يعرفوا ما هي الصورة بالضبط دكتور عبد القادر؟ يعني لا يعرفون مدى الجرح الذي يسببه الشبيح. هم يريدون فقط قرائن قانونية، بمعنى أن يكون لديك فيديو مثلا لهذا الشبيح أو ذاك، وهو يمسك السلاح أو وهو يضرب أحدا. هذه هي الأدلة والقرائن التي يقتنعون بها. ما عدا ذلك لا يستطيعون محاسبة الناس. لذلك تنتشر أعداد كبيرة جدا من الشبيحة المؤيدين علنا، ويقومون بنشاطات لصالح الأسد ولا يتم اعتراضهم. يعني هنالك أحزاب ألمانية تقوم بهذه النشاطات وتقوم بزيارات إلى سوريا، وأيضا يعني أحزاب سويدية كانت قد توجهت إلى سوريا. طبعا اليمين المتطرف نتحدث عنه، يعني ولكن هذه هي الديمقراطية. اليوم كيف يمكن على السوريين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي أن يجيروا هذه الديمقراطية لصالحها؟ يعني من المفروض أن تكون هناك حملات موسعة وباللغات التي يقيم فيها السوريون في البلدان، في لغات البلدان التي يقيم فيها السوريون، لإعطاء فكرة حقيقية عن دور الشبيح. يعني حتى الشبيح الذي لم يحمل السلاح هو حمل سلاحا آخر، هو حمل سلاح الدعاية، سلاح البروباغندا. يجب توضيح هذه المسألة، ويجب ربط هذه المسألة أيضا قانونيا بتجريم هؤلاء الناس، ووضع الصورة واضحة تماما أمام الحكومات الأوروبية. عندها فقط يمكن أن نصل إلى نتيجة ما. أما في ضوء ما هو موجود الآن والقوانين السائدة في أوروبا، للأسف الشديد لا نستطيع أن نفعل شيئا. وهم يستفيدون أيضا، الشبيحة يستفيدون من الديمقراطية الموجودة في أوروبا، وبحماية هذه الديمقراطية يستطيعون المجيء إلى أوروبا. ولدي هنا فكرة أعتقد أنها مهمة تكشف كذب هؤلاء الناس. هم يأتون إلى أوروبا إلى مناطق المعارضة، ولم يتعرض أحد منهم إلى أذى. يعني النظام عندما يوصف المعارضين والثوار بأنهم إرهابيون وبأنهم متطرفون، السوريين المعارضين المناطق التي يسكنوا فيها، وليست مثلا المعارضة الأوروبية أو اليمين المتطرف مثلا أو الأحزاب المعارضة التي تتبع لذلك البلد، فقط للتوضيح دكتور. نعم، ولكن أنا يعني أميز هنا بين الديمقراطية التي تمنحها أوروبا لهؤلاء الناس والمساحة الموجودة للمعارضين السوريين. هم لا يستطيعون
أو ليس بأيديهم قراءة قانونية للشبيحة الذين أيدوا رواية النظام. لذلك يجب توضيح هذه القصة بشكل دقيق جدا، أن من نقل رواية النظام ومن عمل على بروباغندا النظام يجب تجريمه. نعم. ست ميسون، اليوم مصطلح شبيح بالنسبة ل يعني صناع القرار في ألمانيا، البلديات، مراكز البوليس، إلى أي حد هي يعني كلمة من الممكن أن تكون متخيلة أو مفهومة لهم؟ معروفة صارت لهم، بحيث أنه نحن نقلنا هذا المصطلح، يعني صاروا يعرفوه، لأنه كثير يعني كلمة شبيح مثل ما قال الأستاذ الفاضل أنه للأسف ما بيجرم عليها القانون. ولكن في نقطة كثير مهمة، الحملات اللي نحن عم نقوم فيها ضد أي مؤيد للأسد، وخاصة من الفنانين اللي عم يجوا لهون، كثير عم تزعجهم، عم يوصل الخبر انه عم تزعجهم بشكل كثير 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 كبير، ولازم نستمر فيها سيدتي الفاضله، لازم نستمر. وانا كمان بدي ابعث رساله للناس، للاسف بعض السوريين سيده احلام ما عندهم ثقافه انه هذا شبيح ما بتصور معه، عندهم هاله انه هذا فنان بروح بتصور معه. عندما انت تلتقط صوره مع واحد ايد نظام الاسد والاجرام، انت عم تعطيه مثل كرت يشوف حاله فيه، انه شوف بكره بيرجعوا للشرطه، شوفوا الناس بتحبني عم تتصور معي، تمام؟ فارجو من الناس انه يكبروا عقلهم شوي بهالموضوع هذا. يعني انا لا يشرفني، والله لا يشرفني ان القي تحيه على شخص رمادي، فكيف اذا كان مؤيد للاسف. نعم. يعني الفنان والقيمه الفنيه برايك للفنانين، الى اي حد هذه النماذج ما زالت تمتلك اي شيء منها وهي تصطف الى جانب السفاح؟ للاسف في بعض الرماديين السوريين موجودين، يعني ليسوا كلهم احرار سيدي احلام، يعني نكون نضحك على حالنا. في مشكله بعض الناس انهم لا يريدون ان يفعلوا شيء. يعني انت ذهبت وخرجت من سوريا لان بلدك محتله، بلدك فيها نظام مستبد، لماذا لا تفعل شيء؟ ايميل لا يكلفك طيب. شيء. ست ميسون، بدي رساله منك اليوم للسوريين المتواجدين بدول الاتحاد الاوروبي، اللي بتعتقدي حضرتك انه هنن قادرين على تغيير الواقع بالسبل الديمقراطية المتواجدة في تلك البلاد، إذا ما رأوا شبيحة أو فنانين كانوا قد يعني مجدوا بشار أسد ولهم علاقات مع ضباط المخابرات؟ أعطيك يعني صورة على اللي صار بعلي الديك لما قمنا بحملة ضده لما كان بمنهايم. صدقيني سيدة أحلام، جاب مانهايم جابت بوليس من منطقة تانية لأنه كان عددنا كتير كبير، وكانت ضجة كبيرة وكانت بهدلة لعلي الديك. علي الديك ما عاد ياخد فيزا على ألمانيا أبداً، أتحدى علي الديك أن يستطيع دخول ألمانيا. الدولة الألمانية الآن خلص ما صارت، لأنه حتى صار بورداجات كمان. يعني كمحامي الشيطان، سأخذ دور محامي الشيطان، هنالك من سيقول أنه يعني هلأ فعلاً هذا الإيميل قادر على أنه يوقف بوش علي الديك وحسين الديك وسلوم حداد وكل الفلوس اللي معهم، ونحن بنعرف وضع اللاجئين السوريين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي. يعني سأجيبك، أليس كذلك؟ سأجيبك. الحملة اللي أطلقناها على زهير عبد الكريم، أنا لا أستطيع أن أقول لك في جهة معينة اتصلت بجهة قانونية، وهالجهة اللي اتصلت هي جهة حكومية، يعني وصلها الخبر. يعني الآن زهير عبد الكريم ليس بأمان بإقامته بألمانيا، ليس بأمان. نعم. ما المقصود ليس بأمان؟ يعني سيسأل، وإذا كان آخذ يعني حيسأل على أشياء كثير. يعني هو ليس فقط شبيح، نحن ذكرنا انه هو ياتي الى هنا لكي يتجسس على السوريين على سبيل المثال، وهذا شيء من حق السوريين انه يخافوا. سيدي احلام، في ناس هون فعلا بتخاف، حقول لك اياها بصراحه، في ناس مثلا كثير بتحبني، بمرق بالشارع في منهم ما بيسترجوا يتصوروا معي، بخافوا، بيفكروا انه بشار الاسد عم يصورهم او في حدا عم يراقبهم. لسه في ناس بتخاف اذا شافت تقول هذا نحن هربنا منه، ليش جاي لالمانيا؟ هذا الشخص لما بيتصور مع شخص ايضا في شارع العرب، وهذا الشخص مؤيد لبشار الاسد ايضا كمان هون، شو جابك على برلين؟ هو ليس تسجيله الحكومي او تسجيله في سكنه ليس في برلين، ماذا يفعل؟ وهو ذات الشخص يفعل؟ يعني كما ذكرتي ست ميسون له صوره سابقه مع مرتكب مجازر، أيوة. وهي جرائم حرب، يعني هذا الرابط هو
نعم سأرسل لكم الفيديوهات سيدي أحلام، أرجوكم تهتموا بالقصة وكل التفاصيل موجودة عندي، أرسلها لي. أنا لما شفت صورته هو وسعد مينا بحميمية يعني شيك هاند ومعانقه، وهذا الرجل مرتكب لجرائم إمتى سيدي أحلام؟ في 2012 بداية الثورة، جرائم لا تقل قيمة عن الجريمة اللي سلطوا الضوء عليها. طيب. في حي تضامن. ست ميسون، الاستثمار الوقت اليوم، إذا أنا سورية مقيمة بدول الاتحاد الأوروبي شفت أحد الممثلين الشبيحة، ماذا يجب أن أفعل؟ إذا ما بيعرف يبعث إيميل يتواصل معي وأنا بترد، وأنا بنظم له إيميل من ناس متخصصين ببعث له لتفضل ابعت الإيميلات عليك، بس كبسة زر بعت. نعم. الإيميل لهالجهة ولهالجهة. نعم، شكرا جزيلا لك يا الناشطة السورية ميسون بيرقدار، كنت معنا من برلين. أشكر أيضا الدكتور عبد القادر المنلا الفنان والإعلامي، كان معنا من أمستردام. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.